بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم دائما في برنامج إشارات عصبية. معكم دكتور إبراهيم عبد العال، دكتوراه واستشاري جراحة العمود الفقري وجراحات العمود الفقري، مدرس بكلية الطب. النهاردة هنكلمكم في موضوع مهم، وهو آلام العمود الفقري عند كبار السن. المقصود بكبار السن اللي هم الناس اللي فوق الستين سنة. في ناس بيقولوا عليهم عواجيز، بس احنا انا شخصيا ما يعني كلمة عجوز، يعني الانسان بيحس ان هو كبير شوية، لكن مقياس الشباب ومقياس الصحة مبدئيا ليست بالسن. آلام العمود الفقري وآلام الظهر ومشاكل الفقرات عند كبار السن مشاكل مشهورة وشائعة بين الناس، معظم اللي فوق الستين سنة. العمود الفقري احنا عارفين ان هو مكون من فقرات، والفقرات دي بينها وبين بعضها غضاريف، وبتربطه ببعضها أربطة، و مرتبط بالعمود الفقري كمان عضلات وأنسجة محيطة بالعمود الفقري. العمود الفقري في الصغير غير البالغ غير الكبير، غير الشيخ غير المسن. معروف أن الإنسان بيكبر في السن، مع السن ومع تطور السن بيبدأ يحصل نوع من الشيخوخة. فالشيخوخة دي زي ما الجلد بيشيخ وبيبقى فيه تجاعيد والشعر بيشيخ بيبدأ يبيض، كمان العمود الفقري ممكن يشيخ. فقبل ما ندخل في التطورات اللي بتحصل للعمود الفقري في كبار السن أو في المسنين، ننوه إن احنا على الهواء مباشرة، وإن احنا نحب نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة على الأرقام الموضحة على الشاشة، كما يمكن أيضا التواصل معي عبر شبكة الإنترنت على الصفحة الخاصة بي الدكتور إبراهيم عبد العال على الفيسبوك. كما يمكن أيضا الناس اللي بيفوتها الحلقة أو ما قدرتش تتفرج على الحلقة ان هي تتابعها على اليوتيوب من خلال الموقع برضو الخاص بي على اليوتيوب.com اي عبد العال. بنقول ان مشاكل المسنين او كبار السن كتيرة وشائعة في العمود الفقري بالذات. طبعا المشاكل دي بتضم قطاع كبير جدا من الامراض، من أهمها اللي هو شيخوخة العمود الفقري أو اللي هو خشونة العمود الفقري. من المشاكل التانية اللي بنقابلها في العمود الفقري اللي هو انضغاط الفقرات. مسألة أن الفقرة لها طول معين، الطول ده المفروض أن هي الإنسان بيحافظ عليه. الفقرة بيحصل لها انضغاط مع تطور السن، وممكن يحصل كسر في الفقرة. وأهم سبب انضغاط الفقرة في كبار السن هو هشاشة العظام. يبقى أول مشكلة بتقابلنا هي مشكلة خشونة الفقرات. تاني مشكلة اللي هي مسألة انضغاط الفقرة أو هشاشة الفقرات. طبعا في مشاكل تانية بتقابلنا في كبار السن. يعني أنا لما بيجي لي مريض فوق الستين بيشتكي من ظهره، أنا بعتيله عناية خاصة. ليه؟ لأن ظروف السن لها انطباع خاص عند الأطباء، أن لو المريض ده بيشتكي من ألم في ظهره، والألم ده ألم شديد جدا، والألم ده دايما يزيد قوي، ما بيعرفش ينيم العيان بالليل أثناء نومه، ما بيستجيبش المسكنات، ألم فظيع
في ظهره او في وركه او في كتفه او في رقبته، ده بيجذب انتباهي الى ان ممكن يكون في مشكله خطيره جدا جدا عند الناس الكبار في السن دول، وخاصه لو بنقول ان الالم شديد جدا ما بيستجيبش للمسكنات، استمر اكتر من شهر المريض بياخد علاج ما بيستجيبش، ده بيجذب انتباه الطبيب او المعالج الى انه يخلي باله قوي من هذا المريض. ليه نخلي بالنا من المريض ده؟ اولا لان المناعه بتضعف في السن المتقدمه، لو فيه سكر ده بيخوفنا اكتر، لو في تاريخ مرضي للمريض ان هو كان عنده اورام قبل كده ده بيخوفنا اكتر على المريض، لو المريض عنده مشاكل زي ان وزنه بيضعف او بيخس او عنده حراره، ارتفاع في الحراره ده بيخوفنا اكتر ان يكون المريض ده ممكن يكون عنده تآكل في الفقرات او التهاب ميكروبي او التهاب فيروسي او مشاكل تؤدي الى ان قوام العمود الفقري بيختفي، تماسك العمود الفقري عدم تماسك العمود الفقري بيؤدي الى مشاكل وضغط على الحبل الشوكي او الاعصاب وبيؤدي الى مشاكل كبيره جدا للمريض. واحنا دايما بنقول ان المشكله لما بتشخص بدري وبننقذ العيان بدري فحياه المريض بيبقى لها طعم، حياه المريض بتبقى خاليه من الالم، خاليه من المعاناه، خاليه من العجز، مريض بيبقى قادر على انه يمشي يتحرك يؤدي واجبه، قادر على انه يروح الحمام، قادر على انه يتحكم في البول في البراز. لكن التشخيص المتاخر والمريض يدخل في مشاكل ده بيؤدي الى ان المريض يبقى معاق، يبقى عنده مشكله، حالته النفسيه تبقى يعني متاثره جامد جدا. وهنا بتيجي قيمة الحالة النفسية والحالة المعنوية للمريض، مهمة جدا جدا في علاج المريض اللي هو كبير في السن، ان حالته المعنوية تبقى عالية، لان لو حالته النفسية والمزاجية مش كويسة ده بيأثر عليه بالسلب، ممكن كمان يؤدي الى انه ينام في السرير، يفقد لذة الحياة حتى لو ما عندوش حاجة. يعني لو مريض زي كان عندي مريضة برضو اسمها سهير، المريضة دي كانت بتشتكي من ألم في ظهرها وألم في وركها، وعملت أشعة عادية خالص، أشعة أبيض وأسود، فطبعا الدكتور الغير متخصص أو لسه غير يعني مطلع بأسرار العمود الفقري بيترجم تقرير الأشعة للمريض. المريضة بنقول إن الدكتور ترجم لها التقرير فبيقول لها أنت عندك تآكل في الغضاريف، تآكل في الفقرات، فهمها إن العمود الفقري منتهي. فاذا هنا المريضه اخذت الكلام ان هي خلاص ظهرها اتدمر، ظهرها متاكل، فقراتها ما عادش فيها امل. من هنا المريض بيدخل في حاله نفسيه ومزاجيه سيئه جدا جدا تؤدي ان الالم ما يخفش، ان يدخل في اكتئاب وينام في السرير ويحس بعدم الامل او عدم جدوى الحياه. فاحنا بنقول وبننبه ان الترجمه الحرفية للتقرير دي بتضر العيان. ليه؟ لأن الطب أصله لاتيني، فالترجمة بالعربي ما بتبقاش مكافأة تماما للترجمة بالإنجليزي أو باللاتيني. فالمريض بيدخل في دوامة، يعني إيه تآكل فقرات؟ يعني إيه تآكل غضاريف؟ يعني إيه انضغاط في الفقرة؟ يبقى أنا كده حالتي مش كويسة، يعني أنا كده مش هعرف أعيش، يعني أنا كده مش هعرف أشتغل، وندخل المريض بتاعنا في دايلمة ويدخل في متاهة، ونعالجه بمسكنات مش هستجيب. ليه؟ لأن نفسيته مش كويسة. فإذا هنا بنقول إن العيان لازم يبقى حريص قوي إن المعلومة الطبية ما ياخدهاش ترجمة من الإنجليزي للعربي لأن ده بيضر بيه. فهم وأسرار
العمود الفقري بيحتاج الى ان احنا فعلا نفهم المريض ان مشكله مثلا زي مشكله تاكل الغضاريف. بيعتقد الناس ان تاكل الغضاريف ده مشكله كبيره جدا. هو طبعا تاكل الغضاريف ان هي الناس لازم تفهم ان تاكل الغضروف يعني خشونه في الغضروف، يعني ان الغضروف لما يكون حجمه سنتي بيقل مثلا نص سنتي، يعني بيحصل انضغاط للفقرتين على بعض والغضروف بيكرمش وبيقل. طبعا ده ممكن يكون طبيعي، تطور طبيعي او شيخوخه طبيعيه للعمود الفقري، وممكن يكون مرضي. طبعا معظم الاحوال بيبقى مرضي. يعني ايه مرضي؟ يعني المفروض ان الطفل بيتولد عنده 26 غضروف، كل غضروف فيه كميه ميه معينه، كميه الميه دي بتصل الى 90% من الانسجه بتاعه الغضروف. مع تطور السن تبدا الميه دي تقل 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 تقل، لما الواحد يوصل فوق السن ال50 تبدا الميه دي تجف تماما، فبيحصل نشفان في الغضروف. فبيحصل نشفان في الغضروف معنى كده ان بيحصل انضغاط في الغضروف، يحصل تاكل في الغضروف. ده بيبقى ممكن يكون تطور طبيعي وبيعمل بعض الالام في الظهر، لكن ممكن ما بتعملش اي اذيه للاعصاب او جذور الاعصاب. فهنا بنقول وبننبه، بنقول ان المريض لازم يكون فاهم كويس قوي ايه اللي عنده، فاهم بطريقته وبثقافته وبدرجته العلميه ايه اللي عنده. لكن ان انا اقول للمريض ان هو عنده تاكل او انضغاط، هي طبعا دي ترجمه حرفيه للتقرير، لكن الصوره ما بتبقاش بالظبط زي الترجمه الحرفيه بالعربي. لذا ان احنا بننبه على المرضى ان هو لازم يبقى فاهم حالته كويس، ويعرض نفسه مره واثنين وثلاثه على الاطباء، وما يصدقش الترجمه الحرفيه للتقرير، لان ده ممكن تؤدي بيه الى انه يفهم خطا حالته فحالته تسوء اكتر. احنا شفنا عينين كتير زي ما بقول ان المريضه اللي اسمها سهير طبعا انزعجت، فلما طبعا جاست ان هي اطمنت بس وعرفت ان ده تطور طبيعي للسن او شيخوخه طبيعيه للعمود الفقري، فالمريض بيرتاح لوحده. فاحنا بنقول من اهم مشاكل العمود الفقري في كبار السن هو شيخوخه العمود الفقري. شيخوخه العمود الفقري بتتم مش بس في الغضروف، لكن ممكن تتم في الفقرات كمان، عن طريق ان بيحصل زوائد عظميه في العمود الفقري. يعني كل ما الواحد يكبر في السن كل ما يزيد الخشونه. الخشونه دي بتبقى عباره عن ايه؟ الحاجه الاولانيه اللي احنا قلناها اللي هي نشفان الغضروف. الحاجه الثانيه زوائد عظميه. الزوائد العظميه طبعا دي مفروض ان هي الزوائد العظميه دي بتبقاش موجوده. طب هي ليه تبقى موجوده؟ بتبقى موجوده على ان بيبقى فيه بعض عدم الثبات الصغير جدا ما بين الفقرات. الجسم بيحاول يدافع عن نفسه من تقدم السن، فبيحصل الزوائد العظميه. الزوائد العظميه الغرض الاساسي منها ان هي تعمل ثبات اكتر للفقرات، لكن ممكن تؤدي الى مشاكل للمريض. ازاي؟ الزوائد العظميه الغرض منها انها تثبت الفقره، لكن ممكن تؤدي الى مشاكل عكسيه او اضرار عكسيه او مضاعفات، ان هي تضغط على الاعصاب او تضغط على الحبل الشوكي وتسبب اعراض للمريض. الحاجه الثالثه اللي من مظاهر تقدم العمر او خشونه العمود الفقري اللي هي تضخم الاربطه. بالظبط بالظبط، تضخم الاربطه وكمان تكيس الاربطه، يعني يحصل كلسم جوه الاربطه نفسها. طبعا كل ده بيؤدي في الاخر الى خشونه في الفقرات. خشونه الفقرات انا بعتبرها تطور طبيعي للسن، فمحدش ينزعج من انه عنده خشونه في الفقرات، محدش ينزعج ان عنده زوائد عظميه، محدش ينزعج ان عنده تاكل او خشونه او نشفان في الغضروف. امتى المريض ينزعج؟ يعني السؤال هنا، امتى المريض اللي عنده خشونه ينزعج من هذه الخشونه وتنقلب من خشونه تطور طبيعي للسن الى خشونه مرضيه؟ احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ضيق القناة العصبية، وده من اشهر اسباب ضيق القناة العصبية اللي هو خشونة الفقرات، بمعنى ان الزوائد العظمية
انضغاط الغضروف او نشفان الغضروف، تضخم الاربطه، كل ده بيؤدي في الاخر مجتمعا الى انه يزود الاختناق حوالين القناه العصبيه ويعمل اختناق او ضيق في القناه الشوكيه او القناه العصبيه او القناه الفقريه. طب لما تنضغط القناه العصبيه يحصل ايه؟ معظم العيانين بيتحملوا موضوع اختناق الاعصاب في القناه العصبيه في المراحل الاولى من المرض، وناس كتير قوي بيعملوا اشعاعات بنلاقي فيهم غضاريف، خشونه، اختناق في القناه العصبيه، وبيبقى ماشي كويس. لكن مع تقدم العمر، مع تقدم السن، بيبدا يحصل اختناق، والاختناق ده لما بيزيد بيمنع الدم على القناه العصبيه، فيبدا المريض يشتكي. اول ما يبدا المريض يشتكي بيبدا يشتكي من الم في ظهره. احنا قلنا المره اللي فاتت ان الم الظهر بيختلف من مريض لمريض، وبيختلف من سبب لسبب، وبيختلف من شكل لشكل. فكان الحلقه اللي فاتت كان اتصل بينا، طب ناخد اتصال. استاذ عبد الله، اهلا استاذ عبد الله. استاذ انت عندي مشكله في اخر الظهر من تحت خالص، في الم كده وانا لما بتعب وكده. طب يلا بسرعه، سؤالك ايه بس بسرعه؟ انا دلوقتي بيجي لي الم في اخر الظهر بتاعي. ايوه انا معاك. اه فالعمل ايه؟ هل اعمل مثلا ايه العمل؟ لان الموضوع ده مضايقني. الالم ده بقاله قد ايه؟ بقاله فتره، شهرين. شهرين؟ والالم ده بيجي لك بالليل ولا بالنهار ولا الصبح وانت قايم من النوم؟ لا لا لما بقعد بس، وخصوصا على حاجه مستويه. طيب لما بتقعد بس، طيب تابعني من على الشاشه وانا اجاوبك. معانا اتصال تاني؟ استاذ سيد؟ الو؟ قطع الاتصال؟ معانا اتصال؟ الو استاذ سيد؟ ايوه اتفضل. ايوه ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم. انا عندي اضطراب في الورقه والخمسه و علي صوتك شويه يا سيد. ايوه عندي ضغط، عندي ضغط في الاول خالص. معايا حضرتك؟ احنا معلش، احنا عندنا في الاستوديو الصوت بيقطع. بقول لحضرتك عندي ضغط في الاول خالص. الخمسه والاولى. فده بيحصل لي طبعا تدميج في الرجل الشمال، وبالذات في الصابع الاثنين اللي هم الصغيرين. ايوه مظبوط. فطبعا مشيت على ادويه كتيره، مثلا زي المسكنات طبعا بتتعب ماده الاسود بسرعه، اعطاني حوام في العصب في الضهر كنت برتاح عليها، بس بين كنت جن وحاجات زي كده بعدت عنها. ف مش عارف سمعت حضرتك او مين. سيد انت عندك كم سنه يا سيد؟ سيد عندك كم سنه؟ عندي 38. 38 سنه؟ وبتشتغل ايه؟ شغال حداد. حداد. طب انت تعبان بالك قد ايه؟ داخل حوالي 54 50، بس هو يعني كشفت على كذا دكتور فقال لي ما تحتاجش عمليه. طيب انت سيد بترتاح في اي وضع؟ برتاح في اي وضع؟ يعني ما اشيلش حاجه ثقيله، بابا مرتاح، اول ما اشيل حاجه ثقيله واتعب في الشغل قوي بحس بالتنميل. ايوه يعني انت بترتاح لما بتنام، لما بتقرفص، لما بتحط رجل على رجل، لما بتمدد رجليك، لما بتنام على ظهرك. لا لما بمدد رجلي وكده انام على ظهري ابقى مرتاح. طيب ماشي يا سيد، تابعنا يا سيد من على الشاشه. الو ايوه معانا اتصال تاني؟ استاذ محمد؟ ايوه السلام عليكم. اهلا استاذ محمد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. حضرتك في وجع كده بس بيجي لي في دماغي. ايوه وجع فين؟ بيجي لي في دماغي يعني. فين في دماغك؟ فين؟ حرقان في من وسط دماغي من فوق كده، وبيسمع من الجنب اليمين والجنب الشمال برضك يعني. انت عندك كام سنه يا محمد؟ انا خايش في ال 40 سنه. كام؟ 40؟ وشغال ايه؟ انا موظف في المدرسه. موظف. في مشاكل عندك نفسيه او بتفكر في حاجه؟ طبعا العيال مشاكل يعني العيال طبعا ووجع. انت حساس شويه. ايوه. في الم في رقبتك؟
لا بس الليمون ده بيجي لي في دراعات يعني، فتعرف بيجي لي في دراع اليمين. بتنام كويس بالليل؟ لا النوم معايا مش مظبط اليمون ده خالص. متقطع. هاي حضرتك رحت للدكتوران كمان في المنزلة فكتبوا لي علاج، فالعلاج ما جابش معايا نتيجة. طب هو الألم شكله ايه؟ وصفه لي. بيجي لي حرقان جامد في وسط دماغي من فوق كده. حرقان ولا سخونية ولا برودة؟ لا حرقان حرقان في حرقان، أرضية راسك. وبيجي لي بالدوخة، بيجي لي بالدوخة كده يا دكتور، ما بعرفش هنا عيني نقع في الأرض كده، ما عرفش افتح عينيا بس ومش في اوقات مركز كويسه خالص. بتبقى كويس، نعم في اوقات تانية بتبقى كويس. بس هو اليوم ده ماسك معايا جامد، مش عاوز اروح من دماغي خالص يعني. طيب محمد تابعني من على الشاشه وهجاوبك ان شاء الله. طيب معانا اتصال تاني من اخ شعبان. لا يا دكتور. اهلا شعبان، ازيك؟ والله يا دكتور، اول سيادتك مبروم من النوم، في وجع في التفتي باحساس بالسخونيه، وجع فين يا شعبان؟ في كتفة سعادتك وفي العمود الفقري كله. في العمود الفقري كله ولا في رقبتك بس؟ شعبان؟ لا في العمود الفقري كله يا دكتور. في العمود الفقري كله الصبح. طيب انت بيتحسن بعد قد ايه؟ اول ما بقوم من النوم. طيب بيتحسن بعد مع المجهود؟ لا ساعات، هو طول النهار ساعات. طول النهار بس بيزيد الصبح. بيزيد بالليل. بيزيد بالليل. ايوه. واحتاج بالسخونية يا دكتور. سخونية انت عملت رنين قال لي مفيش فيه حاجة. رنين مفيش أي حاجة، أنت عندك كام سنة يا شعبان؟ 45 ساعة. 45؟ وزنك كام كيلو؟ يعني 76. 76 كيلو؟ 76 يا دكتور. طيب أنت لما بتتمشى وبتتحرك بتبقى حلو؟ شعبان؟ بتبقى كويس مع الحركة مع المجهود؟ ايوه يا دكتور، مع الحركه من الموجود بيبقى في راحه شويه. بتتحسن ولا بتسوق؟ شعبان؟ طيب انقطع الاتصال. احنا كنا دلوقتي بنتكلم على مشاكل العمود الفقري في كبار السن. كنا بنتكلم على الخشونه، ومن هنا جه سؤال اخونا شعبان الاخير، عنده الم بالذات الصبح وبيجي بالليل برضه، يعني الصبح وبالليل. وهي دي اساسا الام الخشونه او الام المفاصل عموما. المريض بيصحى الصبح همدان وظهره تعبان او عنده الم شديد في منطقه الخشونه، وكمان نفس القصه في الناس اللي عندها خشونه في الركبه، يعني المهم دايما بيبقى الصبح، حاسس انه فعلا مفاصله تعبانه وبيقوم الصبح متكتف وبيحتاج الى وقت طويل على اساس ان هو يبدا الالم ده يخف ويبدا ان مفاصله تخف شويه. فالام الخشونه دايما بيبدا الصبح، مع المجهود ومع النشاط يبدا يتحسن، يرجع يرد عليه الالم تاني بالليل. فدي هي يا شعبان احتمال كبير تكون الام خشونه. طيب ناخد اتصال تاني من مدام ولا انسه سعديه. اهلا مدام سعديه، اهلا بيك. اهلا بيك، ازيك؟ لو سمحت يا دكتور، انا معايا الم جامد قوي في بطن ركبتي الشمال وبطن الكوع برضه الشمال، وعملت عمليه غضروف ركبه، كان قالوا ان الرباط الهلالي او الظروف الهلالي مقطوع وشالوه، بس الالم من قبل العمليه واكتر منه بعد العمليه، مفيش راحه خالص، وحاليا بحس بوجع في اسفل ظهري من تحت لما بقعد كتير، ودماغي على طول وجعاني الجزء اللي قدام مأثر على عينيا دلوقتي. يعني انت دماغك أيوة. وركبتك وايه تاني؟ ركبتي وكوعي الشمال. كوع يعني الالام متحركه ولا الام ثابته؟ لا الام متواصله صفه مستمره، يعني كله مع بعضه ولا مره كوعك ومره ركبتك؟ لا موجودين على طول. ورقبتك اخبارها ايه؟ رقبتي من ورا بقالها فتره بتاع شهرين كده وجعاني. وانت عندك كام سنه يا سعديه؟ عندي 43. 43 سنه. في سكر او ضغط؟ لا. طيب انت كنت عملت اشعاعات على ظهرك؟ عملت كان الدكتور قال لي ان في الفقره الرابعه والخامسه مضغوطين على بعض. واعطاني علاج ما ارتحتش عليه. طب ايه موضوع الصداع ده؟ مش عارفه، الصداع ده بصفه مستمره. فين يعني بيجيلك فين؟ في الجزء الامامي من الدماغ كده. الامامي بيجي لك برضه الصبح ولا ظهر ولا اخر النهار؟
ولا بالليل؟ لا ده على طول على طول يا دكتور، ودلوقتي مأثر على عينيا اوقات كتير ما بشوفش، مع ان نظري 6/6. يعني اقصد ان اثناء الصداع بيبقى فيه مشاكل زي زغلله في العين؟ هو الصداع متواصل، لا ما فيش زغلله، هو في بحس ان في ضغط على عينيا. ضغط. طب لما بتوطي او تركعي بيحصل ايه في الصداع؟ اوقات بحس بدوخه واوقات بحس عادي، يعني مش ثابته، اوقات بحس ان انا دايخه واوقات بحس ان انا عايزه افضل موطيه كده فتره. طيب تابعيني ساعديه من على الشاشه جاوبك ان شاء الله. نرجع لموضوعنا وبنقول ان الام الخشونه والام المفاصل دايما بتبدا في الصباح الباكر، لكن الام المفاصل اللي هي التهاب المفصلي غير الخشونه. يعني الخشونه دايما تبدا الصبح، الواحد يرتاح مع المشي مع الحركه، اخر النهار يتعب تاني. لكن لو في التهاب في المفصل تبقى الامه شديده جدا، والالام دي ممكن تكون لها اسباب كتيره، منها التهاب روماتيزمي او التهاب الروماتويد او الامراض المناعيه زي الذئبه الحمراء والروماتويد، وكمان ممكن كمان في التهاب اللي هو الروماتيزمي اللي بيجي نتيجه التهاب اللوز. الالتهاب ده بيبقى في مفاصل الظهر وبيعمل الام شديده جدا جدا في الظهر. المريض ما بقاش عارف يتحرك يمين شمال، يتني ظهره، مش عارف يتني ظهره الامام او يتني ظهر، ما بعرفش يتحرك خالص، لو اتحرك حركه بيشتكي من الم فظيع جدا. طيب ناخد اتصال من محمد ونرجع تاني للالتهاب المفصلي. الو، انقطع الاتصال. بنقول ان لو الواحد عنده التهاب في المفصل ده بيشتكي من الم شديد جدا. احنا بنقول المفاصل عددها كبير جدا في الجسم، ومن اهم المفاصل دي مفاصل الظهر. احنا عندنا 33 فقره، في حوالي 5 فقرات ملتحمين في بعض، فما فيش بينهم ولا غضاريف ولا مفاصل، اللي هم الفقرات العظام العجزيه اللي هي ملتحمه في الحوض. فيفضل عندنا 26 فقره. ناخد اتصال من الاستاذ وليد. اهلا استاذ وليد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازيك؟ اه دكتور، انا كده بحس بدوخه وملل في دماغي على طول. ايوه وليد، دوخه. بحس بدوخه وملل في دماغي في راسي من ورا. ايوه وليد، معايا يعني الدوخه دي من زمان، بدل يطلع سنتين النهارده. الدوخه دي على طول يا وليد ولا لما بتحرك راسك؟ لا على طول معايا، يعني لو سبتني ساعه ثلاث ساعه اللي بعديها تجيني على طول. بتيجي يعني ايه اللي مخليها تجي لك؟ يعني تبقى قاعد وتقف ايه؟ بتلف راسك، بتبص لفوق، لما تبص لفوق بتدوخ؟ بدوخ. طيب انت عندك مشاكل في الرقبه؟ رقبتي على ما يرتع علي جنب مثلا فتره طويله دقيقتين ثلاثه ولا حاجه بحس فيها بألم بعدين. طب انت بتسمع كويس؟ لو ما يرتع على جنب كده ولا حاجه بتوجعني بعدين على طول. بتسمع كويس؟ واعصابي يا دكتور. يا وليد سامعني؟ ايه؟ سامعني؟ بتسمع كويس؟ اه ايوه دكتور. بتسمع بودانك الاثنين كويس؟ بسمع. مفيش وش؟ لا. ساعات يجي لي وش دكتور قبل ما انام كده، يعني ساعات اقعد ساعه او ساعتين ما انعس بحس بوش في دماغي والم وصداع شديد خالص يا دكتور. في صداع شديد بيجي لك؟ اه. طيب وليد تابعني من على الشاشه وانا هجاوبك ان شاء الله. طب اقول لك يا دكتور. ايوه. في موضوع شخصي يعني عايز اكلمك فيه بس بعد الحلقه. خد رقم من الكنترول. بنكمل موضوعنا. بنقول ان الالام في الام خشونه والام مفاصل، احنا بنقول ان هي بتيجي الصبح وبتروق مع الحركه. لكن الام التهاب المفاصل بتبقى مختلفه شويه، تبقى الام شديده والمريض بيبقى متيبس وقايم الصبح من النوم تعبان جدا، يعني لدرجه ان المريض ما يعرفش يتقلب في السرير يمين شمال، يتحرك بيبقى متالم جدا، ما بيخفش الا لما بيعمل كمادات سخنه على ظهره، او في بعض الحالات ان
لازم المريض حد يضغط له على ظهره او يحط مخدة على ظهره، او الست بتطلب من ابنها او الراجل بيطلب من ابنه انه حد يقعد على ظهره علشان يضغط على ظهره يخفف الالم. معنا اتصال تاني. الو الو، السلام عليكم. اهلا دكتور ابراهيم. ايوه يا فندم، مين؟ انا الشيخ عبد الرؤوف من كفر الشيخ. اهلا بيك يا شيخ عبد الرؤوف. الله يبارك فيك. انا ابني كان حصل له وقع على ايده على لوح ازاز. سمعني يا دكتور؟ ايوه معاك، اتفضل. طيب انقطع الاتصال. اخونا الشيخ عبد الرؤوف حاول اتصل بيها تاني. احنا على اساس الوقت برضو هنحاول نجاوب الناس كلها. احنا اخونا السيد بيقول عنده 38 سنة بيشتغل حداد، هو من 4 سنين بيشتكي من الام وبيجيله تنميل في رجله الشمال، وكمان بيقول ان التنميل بوصل لصبعه الصغير. الالام دي الام غضروف وضغط على الجذر العصب اللي هو عرق النسا. طبعا السيد هنا كل ما يبذل مجهود او يشيل حاجه تقيله بيتعب، لكن في الاوقات العاديه بيبقى كويس. يعني معنى كده ان هو بيقول راح لدكاتره وعمل اشعه وبيقولوا له ان الغضروف مش مستاهل عمليه. اللي انا عايز اعرفه للناس وللسيد ان قوه الغضروف وتاثيره ليس بحجمه. يعني ممكن يكون في غضروف كبير جدا، شوف عيانين عندهم غضاريف ضخمه جدا جدا وماشي ولا في دماغه حاجه، وفي عيان تاني عنده يعني حته غضروف صغيره نص سنتي او حاجه بسيطه جدا، او حتى ممكن ما يكونش في غضروف خالص، لكن تاثير النتوء الصغير ده. معنا اتصال. الو، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور ابراهيم؟ الحمد لله. انا اتصلت لحضرتك الاسبوع اللي فات يوم الجمعه، وكنت قلت لحضرتك ممكن وقت التلفزيون شويه مولانا. طلع وقت التلفزيون شويه. حاضر حاضر. عملت شعر رنين طلع عندي في الفقره الثالثه، مكتوب كده، مكتوب الرابعه والثالثه والرابعه والخامسه. ايوه. وبيجي لي الم بس في الفخده اللي هي الشمال ديت، وما بعرفش امشي على رجلي الشمال دي خالص، والالم بيتحرك من الفخده الشمال في السمانه بتاعت رجلي تحت خالص. يعني طول ما انا قاعد ساكت كده. يعني انت عندك الم؟ الم في رجليك؟ الم ثابت بقاله سنتين دلوقتي ما بتحركش. طيب مش احنا قلنا عايزين نشوف اشعاعاتك بس. الاشعه اللي معايا عملت في الرنين والتقرير مكتوب فيه الثالثه. احنا قلنا يعني مبدئيا الحكم على المريض وعلى القرار بتاع المريض. انا مش عايز المريض ياخد بالتقرير خالص. ماشي. يعني دايما احنا نشوف المريض ونفحصه ونشوف اشعاعاتك ونقارن حالتك باللي موجود في الاشعه عشان نقدر ناخد قرار. يعني مالكش دعوه في التقرير. ممكن بعض الاوقات التقرير صح فعلا معاك حق وبيبقى واصف الموضوع كويس، لكن في بعض الاوقات بيبقى التغيير طبيعي والغضروف بيبقى طبيعي، وفي بعض الاوقات بيبقى فيه خشونه بس، فلازم يكتب ان فيه خشونه في الرابعه وخمسه، فالمريض بيعتقد ان عنده غضروف، فالقرار يعتمد على نشوفك نفحصك ونشوف الاشعاعات ونقارن الاشعاعات بحالتك ونقرر هنعمل لك ايه. تابعني من على الشاشه. احنا كنا بنقول ان الاخ سيد، يا اخ سيد، الغضروف ليس بحجمه لكن بتاثيره، وتاثير الغضروف على الاعصاب بيبقى ليه كذا ميكانيزم، يعني ليه كذا طريقه. الميكانيزم الاساسي اللي انا بعتقد فيه وان هو الاساسي في الالم وبقى الم شديد جدا هو التاثير الكيميائي السام للغضروف على العصب. طيب ناخد اميمه ونرجع تاني ليك يا سيد. اميمه، الو. ايوه اهلا اميمه. ايوه يا دكتور، انا رعاش وجعان ليه ما شاء الله وموس، وبيجي لي صداع في دماغي كده ليا 3 ايام 4 ومشي تاني. بس المشكله ان في الم في رجلي ليا سنه بتعالج وما فيش علاج بينفع. عملت اشعه مقطعيه قال لي نعم، قال لي عندك ضغط في الفقرات. الفقرات اللي هي بتاع الفقرات اللي من الرقبه والظهر ضغط على رجليك. طيب. وانا حاليا رجلي الاثنين ورمه وعندي يعني مش عارفه امشي ولا عارفه اعمل حاجه. طيب يا اما قاعده يا اما نايمه مش عارفه اعمل حاجه. يعني اميمه سؤالك ايه؟
انا عايزه علاج لرجلي يا دكتور. انا عندي 50 سنه ووزني 112 كيلو. طيب ماشي، هي رجليك ورمه ليه؟ انا رحت للدكتور بعتني اداني علاج، ولو رحت له تاني قال لي العلاج ما انا قرريه وما فيش فايده برضه، لسه رجليا ورمه. طيب. ومفيش صباع اي يجي ناحيه رجلي ما بقدرش استحمله، ما بقدرش احط ايدي على رجلي اعمل اي حاجه ولا امسك مصحف حتى. طيب اميمه تابعيني من على الشاشه. خلاص سيدي، احنا قلنا الغضروف خلاص مش بحجمه لكن بتاثيره، فالقرار هنا بيعتمد على تاثير الغضروف و على الاعصاب. احنا عندنا الاخ محمد عنده 40 سنه كان عنده حرقان في راسه، وهو طبعا عنده توتر وما بنامش كويس ومشغول، فده يا محمد نوع من الصداع التوتري، مبقاش في اي مشكله خالص. المريض ممكن ياخد مسكن وما يخفش، لكن هو الحاله اللي حاله زي حالتك بتحتاج بس مهدئ فقط. احنا اتكلمنا على شعبان وان الامه بتبقى في الصبح، ودي الام خشونه. عايزين نطمنه لو مفيش اي ضغط على الاعصاب. الاخت سعديه كان عندها عامله عمليه في الركبه وعندها الام في صداع والام في الرقبه والام في الركبه. تعدد المشاكل في المريض بيوحي الى حاجه من اتنين: المريض عنده خشونه زايده او تقدميه، يعني خشونه في كل مكان، في الرقبه في الكوع في الكتف، او التهاب، او التهاب روماتيزمي. ينصح انك تعملي فحوصات في المعمل اللي هي سرعه ترسيب والروماتيزم وخلافه، او لو استبعدنا الحاجات دي كلها بندرس حاله المريض النفسيه، ممكن يكون في عنده توتر عصب. ناخد سؤال من الصفحة الطبية بسرعة كده. طبعا اللي ما حدش شاف الحلقة او ما لحقهاش ممكن يشوفها من على صفحة اليوتيوب. سؤال الصفحة الطبية: لو سمحت يا دكتور، انا عندي غضروف كبير ضاغط على عصب رجل اليمين كلها مع تنميل وألم شديد، ممكن ينفع معايا عملية المنظار؟ بالله عليك تفيدني. طبعا هو هنا بيسأل على عنه عنده غضروف كبير. الغضروف الكبير ممكن يتعمل له عملية بالمنظار، بالميكروسكوب، بالفتح التقليدي، لكن كل ده بيعتمد على برضه مراجعة المريض ومراجعة حالة المريض، ونقدر نقرر المريض هيفيده ايه بالظبط. هل هتفيده عملية بالمنظار او عملية بالميكروسكوب؟ طبعا المنظار الجراحي من اسهل العمليات، ومن فتحة صغيرة بنقدر نعمل الغضروف. طبعا في بعض الأحوال الغضروف بيبقى مركزي وكبير، فممكن الجراح يقدر يستأصله بالمنظار، لكن في بعض الأوقات ممكن يكون المريض محتاج توسيع أكتر، محتاج تثبيت أكتر، محتاج حاجة أكبر من منظار، فبنلجأ للجراحة الميكروسكوبية. ممكن الجراحة الميكروسكوبية ما تكونش كافية للعيان، فبنلجأ للجراحة التقليدية. فكل مريض يا أخي العزيز على حسب حالته، على حسب ثبات فقراته، على حسب حجم غضروفه، على حسب تأثير الغضروف على رجليه، إذا كان رجل واحدة أو رجلين، بنقدر هنا نحدد إيه العملية الأمثل لمثل هذه الحالة. أنا بعتذر طبعا للناس اللي بعض الناس اللي ما قدرتش أرد عليها، لكن هنحاول إن شاء الله في الحلقات القادمة إن أنا أرد عليهم. جينا لنهاية الحلقة، بشكركم ونتقابل إن شاء الله يوم الجمعة القادم الساعة 10:30 صباحا على هوا بشارة في حلقة جديدة من برنامج إشارات عصبية. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.